أنا بابا خميس ده راجل صعيدي زي حالتنا كده، من الصعيد الجواني يعني. وكان في الأول عابد أوثان، يعني ده ما اتولدش مسيحي على غير ناس كتير، لا ده ما اتولدش مسيحي. وبعدين دخل في الجندية وترقى بقى زي يعني أمير أو رئيس. ولما كانوا مسافرين وده وثني، طلعوا جماعة مسيحيين من إسنا جايبين أكل وشرب للعساكر، وهم عندهم أوامر إن هم يعدموا البلاد دي أو يحرقوها. فاستغرب قوي من تصرف الناس اللي طالعة من القرى تأكل العساكر، وهم عارفين إن العساكر دول تاني يوم داخلين يدمروا يعني. قالوا له أصلهم مسيحيين. ف يعني ساعتها اتمنى إنه يبقى مسيحي، تأثر قوي بسلوكهم ده واشتهى إنه يبقى مسيحي. وبعد الحرب سرحوا العساكر يعني، فبخوميوس راح الصعيد وتعمد، وبعد 3 سنين اترهب يعني، كان عند قديس اسمه بالامون، وابتدى يعمل نظام جديد عسكري في الرهبان، نظام يسموه نظام الشركة البخومية. يعني ايه؟ ما بقاش الراهب يقعد في قلاع لوحده، لا يقعد مع واحد او اتنين ويفضلوا عايشين مع بعض شركة في قلاية واحدة او غرفة واحدة، وحط لهم نظام عسكري يصلوا ايه وياكلوا امتى. ولغايه دلوقتي اللي يروح منكم اديوره الصعيد الجواني اللي هي سوهاج، بعد سوهاج كمان انبا شنوده كده، ده كل ده نظام البخومي، اللي هو تلاقي مصطبه كده ومصطبه كده في كل قلايه، يعني مكان الاتنين. وبقى بعد شويه عنده الافات من الرهبان، يعني انبا بخوميوس عمل نهضه رهبانيه في الصعيد الجواني. خلي بالكم في الوقت ده كان فوق في وادي النطرون في نهضة رهبانية بدأها أبو مقار والأنبا بشوي، وفي البحر الأحمر كان في نهضة رهبانية تانية بدأها أنبا أنطونيوس وأنبا بولا. فإحنا عندنا كده زي سنترز للإشعاع الرهباني، وادي النطرون ده سنتر، البحر الأحمر ده سنتر، الصعيد الجواني ده سنتر كمان، وكلهم ليهم مناهج وجم في ورا بعض، يعني أنبا أنطونيوس في الأول ورا بتاع وادي النطرون ورا أنبا بخوميس وهكذا. ويقال ان القديس الانبا بخومس كان متشدد مع نفسه قوي ومع الرهبان بتوعه، حتى انه ما كانش بيدي جسده راحه كفايه يعني. وحصل في 348 ميلادي ان الطاعون تفشى في مصر، فانبا بخومس الحقيقه عمل حركه جميله قوي، انه ابتدى ينزل بنفسه يفتقد الناس اللي عندها طاعون وهو مش خايف يجيله المرض. كان بيشجع الرهبان ان هم يعملوا عمل خيري، ما يقعدوش في الاديره في الوقت اللي الناس متعذبه فيه. وبعدين جاله فعلا الطاعون بسبب خدمته دي، ووصى تلاميذه وطلع السما سنة 348 ميلادي، يعني القرن الرابع. من اقوال الانبا بخوميوس هناخد بعض الاقوال اللي هي يعني تساعدنا في حياتنا الروحية، وأقوال القديسين هي عظات مختصرة، يعني كأن كل قول عظة كاملة مختصر. يقول: لا تخلي قلبك من ذكر الله أبدا، لئلا تغفل قليلا فيقوى عليك الأعداء المترصدون لاصطيادك. لا تخلي قلبك من ذكر الله، يعني عود نفسك تفكر في ربنا طول الوقت أو تكلم ربنا طول الوقت، لأن في شياطين متربصين بيك، أول ما يلاقوك بطلت تتكلم ربنا أو تفكر في ربنا يعرفوا يدخلوا بقى يملوا دماغك أفكار غضب وأفكار شهوة وأفكار انتقام وأفكار غشوة. فما تسيبش قلبك فاضي أبدا، حاول يفضل قلبك مشغول بربنا طول الوقت، لأنه في الوقت اللي مش مشغول بربنا في أعداء، في شياطين عاوزين ياخدوا مكان ويخبطوا الواحد. قيل أنه مضى دفعة في أمر مع الإخوة، وذلك الأمر كان يحتاج أن يحمل كل واحد منهم كمية من الخبز، يعني طلعوا مأمورية كده، فكل واحد بيشيل أفة فيها عيش كده. فقال له أحد الشباب: حاشاك أن تحمل شيئا يا أبانا، كان راجل كبير وأبو الدير وأبوهم يعني. فشاب من الرهبان قال له: لا انت ما تشيلش انت.
هو زي أنا حملت كفافي وكفافك. قال له أنا هشيل أفتي وأفتك. أجاب القديس: هذا لا يكون أبدا. إن كان قد كتب من أجل الرب أنه يليق به أن يتشبه بإخوته في كل شيء، يعني كان ربنا نزل من السماء عشان يشبهنا في كل حاجة، كيف أميز أنا نفسي وأنا حقير عن إخواتي حتى لا أحمل حملي مثله؟ وبعدين قال له هذا هو السبب أن الأديرة الأخرى كائنة بانحلال، لأن الصغار مستعبدون للكبار. تصوروا في القرن الرابع الأديرة كانت منحلة، ما كانش عاجبه الحال. قال له انت مش شايف في أديرة خربانة عشان اللي يكبر يمشي الصغير على مزاجه؟ لأنه مكتوب: من يريد أن يكون كبير فيكم فليكن لكم عبدا. تلاحظوا هنا حاجتين: أنه هو دايما شايف نفسه صغير وما بيعملش نفسه بامتياز خاص مهما كبر. الحاجة التانية أنه دايما مرجعه الإنجيل أو حياة المسيح، فتلاحظوا مخه على طول بيروح: طب ده ربنا نزل من السماء وسوى نفسه بينا، أنا مش هسوي نفسي بأولادي؟ طب ده ربنا قال اللي عاوز يبقى في الأول يبقى خدام للكل، إزاي أنت تشيل عني؟ الشخص اللي دايما الإنجيل في ذهنه يمشي صح ويرتاح ويبقى قديس لما يكون بيتحرك دايما بكلمة ربنا. والشخص اللي دايما شايف نفسه ما بيكبرش، يعني مهما ربنا اداله كرامة يفضل في نظر نفسه زي اللي حواليه وأقل. كلمة تاني للقديس أنبا بخوميوس يقول إيه: إن كنت بائسا متضجرا، يعني زهقان، يعني فداوم على العمل بدون ملل، كن عمالا ولا تكسل، وتمم ندرك الذي قررت مع الله خالقك وربك. في حرب يسموها حرب الضجر أو حرب الملل. يعني إيه؟ يبقى الواحد كده زهقان، مفيش حاجة ليها لازمة ولا ليها طعم، لا عارف يصلي ولا له نفس يقرأ إنجيل ولا يكلم حد. ودي منتشرة قوي اليومين دول زي في الوانزة الخنازير كده بس أكتر. طبعا يتفننوا بقى الدكاترة في علاج الظواهر دي وبتاع، لكن هو في وصفات بلدي قديمة كده بتنفع، منها الوصفة دي: لما تلاقي نفسك متحارب بضجر وملل اشتغل ما تقعدش فاضي، كن عمالا، لأنك لو استسلمت للفضاء تزيد الحالة، يزيد الزهق ويزيد الضجر والملل ويجي معاه عصبية ويجي معاه كآبة وتبقى شغلان. إنما قوم اشتغل أي حاجة، الشغل اليدوي مفيد، شغل الصلاة مفيد، الخدمة مفيدة إن كان شغلك العادي، لكن ما تقعدش مستسلم للحالة دي لأنها حالة ممكن تبعدك عن ربنا. تمم ندرك الذي قررت، هتقول بس أنا ملياش نفس. حتى لو مالكش نفس تصلي، بدل ما تتفق مع ربنا تصلي يبقى تصلي، ده ندر انك انت ندرت انك تصلي صبح وليل، اعمله حتى لو من غير نفس، لكن ما تستسلمش لقولة زهقان. كلمة تاني: احفظ نفسك من هذا الفكر الذي يجلب عليك تزكية ذاتك وازدراء اخيك، لانه مبغوض جدا هذا الفكر قدام الله، وذلك الانسان الذي يكرم نفسه ويرزي الاخر. حاسب من فكرة أنا كويس، حاسب من فكرة أنا أحسن. احفظ نفسك من هذا الفكر. تزكية ذاتك يعني أنك أنت دايما مركز على مزاياك وفضائلك وكأنك حاجة أحسن من الناس كلها. غالبا بيجي وراها على طول: والناس دي كلها بتفهمش، والناس دي كلها وحش، والناس دي كلها بعيدة، الناس دي كلها مش بتعمل اللي أنا بعمله. فيقول ده فكر مبغض من الله، يعني ربنا ما يحبش ابدا الفكره دي، تزعج الله انك تبقى شايف نفسك كبير وشايف الناس قليله، لانك بتكرم نفسك وترزي الاخر. فاحفظ نفسك من هذا الفكر المزعج. كلمه كمان لانبا بخوميس يقول ايه: ان افترى عليك احد فلا تفتري عليه انت، بل افرح واشكر الله. وارد ان حد يفتري عليك، يعني يقول في حقك كلام مش حلو، اوعى ترد الافتراء بافتراء، اوعى ترد الكلام بكلام، ما تتعاملش بالمثل ابدا. افرح. افرح ليه؟ ده معناه انه اكيد ربنا
شايل لك حاجة حلوة قصاد الإهانة دي. لو أنت رديت ضيعت الهدية اللي كان هيديها لك. في هدية للمظلوم، في هدية للمفترى عليه. طب أنت هتضيع الهدية الحلوة لأنك رديت نفس الكلمة أو صديت الشخص بطريقة وحشة. داوم على الصوم وصلي ولا تمل، واصبر للبلايا حتى يرفعها الرب عنك، وانظر لأي درجة حتى اللعاب الذي ييبس في فمك وأنت صائم لا ينساه الله، وتجد ذلك عند شدتك في وقت انتقالك. يعني إيه بقى الكلام ده؟ قال استحمل الصوم والصلاة وما تملش من التعب. أي عمل روحي فيه تعب، وقفة الصلاة ليها تعب، الصوم له تعب، وجع بطن يعني، أو يعني الواحد ريقه ينشف. واصبر، لأنه افتكر إن أقل حاجة بتعملها من أجل الله خالصة ربنا شايلها لك، وهتعرف قيمتها وقت خروج روحك من جسدك. هتحس قد إيه إن كل حاجة صغيرة محدش داري بيها يمكن أنت تكون نسيتها. يعني يجوز تكون صمت وتعبت شوية يوميها، صدعت زيادة ولا ريقك كان ناشف، وبرضه انت خدتها جد كده من اجل الله ومحدش عارف وانت نفسك نسيت، تلاقي ربنا لا فاكر لك الحكاية دي كويس قوي ومحضر لك مكافأة كبيرة لانك جهدت. فيقول حتى اللعاب الذي ييبس في فمك وانت صائم لا ينساه الله، وتجد ذلك عند شدتك في وقت انتقالك. يعني وانت ماشي من الدنيا وخايف تقابل ربنا تلاقي كل الحاجات الصغيرة دي واقفة تشهد لك يعني في صفك، يعني تدي لك نعمة في عينين ربنا. كلمة كمان، ليس لكل أحد أن يقود النفوس ولكن الكاملين فقط. إن قالب الطوب الني متى وضع عند أساس بقرب النهر فإنه لن يصمد ولا ليوم واحد، ولكن الطوب المحروق يصمد كالصخر. يعني إيه؟ قيادة الناس روحيا موضوع مش سهل. ما ينفعش طوبة نية تتحط في مجرى مية، لازم تبقى صخرة. فهنا يقصد بها الاستعجال في قيادة النفوس روحيا، ده ممكن يضر الناس. يبقى واحد لسه بيعرف ربنا جديد وبعدين ايه، يبقى عاوز يسوق الناس بقى كأنه يعني عرف ربنا بقاله 100 سنة. خطر الكلام ده، خطر. اذا كان في البيزنس ولا في اي شغلة الخبرة بتفرق. الحياة الروحية برضو نوع من أنواع الخبر. فعشان تقود النفوس محتاج علاقة طويلة مع ربنا. عشان كده حتى في الكتاب المقدس يقول لا تضع يدك على أحد بالعجلة. بالعجلة يعني باستعجال، ما تديش مسؤولية روحية لحد بسرعة، لأن هنا شبهها بطوبة نية وطوبة محروقة. النية دي طرية تبوش مع المية ما تستحملش، إنما المحروقة دي زي الصخرة، يعني في ذكريات وفي خبرات روحية تساعده أنه يحتمل يسمع أسرار الناس ومشاكلهم ويقول مشورة صالحة ما يقولش كلام غلط. كن متواضعا ليحرسك الرب ويقويك، فإنه يقول أنه ينظر إلى المتواضعين. يعني إذا كنت عاوز ربنا يحرسك في كل خطوة ويقويك خليك متواضع. المتواضع ربنا بيحرسه أكتر من أي حد، لأنه قال ينظر إلى المتواضعين. قال المتواضعون يجدون نعمة، أو عيني الرب على المتواضعين. يعني إيه الواحد يبقى متواضع؟ ببساطة كده المتواضع ما بيدنش. يعني أول حاجة تميز المتواضع أنه ما بيحكمش على الناس، أنه ودي حاجة for evaluation، يعني ان الواحد يعرف هو متواضع ولا لا اولا من خطيه الادانه. تاني حاجه المتواضع ما يغضبش بالسهل، وديع نفسه طويل حنين على الناس. تالت حاجه المتواضع سهل قوي يقول حاضر، يخضع ما عندوش مشكله يقول حاضر. رابع حاجه المتواضع ما يتذمرش، ما يشكيش، بيقبل اي حاجة. خامس حاجة المتواضع حاسس من جواه انه مديون لربنا بكتير قوي، ف
فتلاقوه شاكر دائما، تلاقوه عنده عرفان. سادس حاجة المتواضع تائب، دايما مكسوف من ربنا، دايما بيقول له سامحني يا رب. إذا التواضع دي كلمة شكلها سهل لكن هي مش سهل، لأنها مجموعة من الفضائل في بعض. فلما بيقول خليك متواضع عشان ربنا يحرسك ويقويك، التواضع ده حاجات كتير، انك ما تدينش الناس وما تغضبش على الناس، وانك انت تكون شايف عيوبك، وانك بتشكر ربنا على طول، وان ما تتذمرش ابدا. ده يخليك قريب، يبقى عين ربنا عليك طول الوقت، فتبقى ايه كده عايش في امان طول الوقت، فتبقى ايه كده عايش في امان طول الوقت، فتبقى